أعادت الخروقات الأمنية الأخيرة التي شهدتها العاصمة بغداد ملف الاستجوابات إلى الواجهة السياسية، لا سيما بعد إعلان لجنة الأمن والدفاع النيابية استضافة قيادات أمنية وعلى رأسها رئيس الوزراء. مزيد من التفاصيل في هذا التقرير. غير موجود النائب. يبدو أن كرة النار التي يتقاذفها السياسيون في خصوماتهم العلنية لم تعد مرتبطة بالفساد وحده، وإنما تعدت إلى وجود مافيات قتل تعبث بأمن المواطنين وحياتهم، وتتبع جهات متنفذة في الدولة غرضها التسقيط السياسي بحسب رئيس الوزراء حيدر العبادي. أنا أحذر من الطعن في الظهر في هذا الإطار، كلامي أرجو أن يكون واضح للجميع. التفجيرات الأخيرة التي هزت العاصمة بغداد وقتلت وأصابت المئات من المواطنين فتحت باب الاستجواب من جديد، ووضعت القادة الأمنيين أمام المساءلة القانونية. لجنة الأمن والدفاع النيابية تأكدت أنها ستستجوب قادة أمنيين بخصوص الخروقات الأمنية الأخيرة، فيما اتهم السياسيون الحكومة بالتملص من وعودها بفرض الأمن وإنهاء الفساد المستشري في مفاصل الدولة، عادة تعهدات العبادي بالإصلاح بأنها مجرد وعود في وقت تقف فيه الحكومة عاجزة أمام تغول الفساد في جميع مؤسسات الدولة. لجنة الأمن والدفاع لا زالت مستمرة بعقد اجتماع طارئ لمناقشة الخروقات الأمنية التي حدثت مؤخرا في بغداد، وسيتم تحديد أسماء المقصرين، وكذلك سيتم توجيه كتاب للسيد رئيس الوزراء باستبدالهم. وأثارت موجة التفجيرات التي ضربت العاصمة استياء شعبيا واسعا لدى المواطنين وسط شكوك في قدرة القوات الأمنية على فرض الاستقرار في بغداد. اللي يتحمل المسؤولية هو الطبقة، أولا الطبقة السياسية لما يحصل بينهم من اختلاف، عندما يتفقون نجد أن الشارع ويكون تقريبا في وضع أمان نسبي، أما عندما يحدث اختلاف أو تحدث هناك بعض الأمور التي قد تكون من ضمنها التسوية أو غير التسوية. أول ما يتحمل مسؤولية رئيس وزراء، وزير الداخلية ما عندنا الحمد لله والشكر، يومية يتبدل واحد جابه واحد. ومنذ مطلع العام الحالي شهدت العاصمة سلسلة تفجيرات هزت أسواقا شعبية وضربت أماكن مكتظة بالسكان، أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات معظمهم من المدنيين، فيما تبقى الوعود الحكومية بتوفير الأمن والأمان تثبت فشلها في كل تفجير يستهدف العاصمة.